طبعا. ودي الجمله اللي بدات بيها حلقتي النهارده، وبداتها مع كابتن طارق السيد ومعكم. مش هنقدر نقول للناس ان الاداء كان حلو النهارده، لا او طبعا نعطي مبررات للاداء النهارده. الاداء ما كانش عاجبنا، بس الاهم الاجابه بتاعت السؤال هو ليه الاداء مش عاجبنا، او ليه الاداء مش حلو. طيب بص يا كريم، هو عامه كابتن ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي امبارح قال انا هفضل العب بنفس طريقه اللعب، صح، هي بس هحاول احتفظ بالكره فتره اطول، ودي الحاجه اللي كانت الناس بتعلق عليها او مش عاجباها في فتره كارلوس كيروش. صح، فهو الراجل حاول يعمل كده النهارده، وابتدى 4 3 3 بنفس طريقه اللعب، غير بس بعض الاسماء. امام عاشور راح نص الملعب، عمر جابر بدا باك يمين، ايمن اشرف بدا باك شمال علشان اصابه احمد فتوح ربنا يرجعه بالسلامه. ف الراجل بيحط بس حاجات، لكن مش بيعمل شكل، مش بيعمل حاجة ممكن نقول إن هي مختلفة يعني. حتى كمان اللي يمكن كان مختلف شوية هي إن عمر مرموش بدأ مهاجم، بس هو عمر مرموش برضو ما هو بدأ مهاجم ضد السنغال. صح، فأنا حسيت إن الراجل بيبدأ مما انتهى عليه كارلوس كيروش. ودي حاجة بصراحة أنا بحبها، يعني أنا بحب المدرب اللي يجي يبني، مش المدرب اللي يجي يهد ويبتدي من الصفر وبعد كده يقول اصبروا بقى عليا وادوني مش عارف سنتين ويجي اللي بعده يهد وهكذا، نفضل ماشيين في الدايرة دي في نفس أو يجي مدرب مع ناس في لبعطاك، يجي مدرب يقول لك إنه اللي فات ده كله أنا استلمت المنتخب في حالة صعبة والمنتخب في مشاكل. النهاردة كابتن إيهاب جاب بيقول إنه كان في نجاحات الفترة اللي فاتت وبنبني عليها، واحد تاني يقول لك لا أنا جاي منتخب بايظ ومحبطين والأداء كان وحش وبتاع. فده كلام محترم من الكابتن إيهاب جلال طبعا. هو كل واحد طبعا عايز يحسسك ويبروزك الشغل اللي بيقدمه، لكن طبعا هو يعني لما هتيجي انت عايز توصل لنجاح، انا يهمني ايه كمواطن مصري او كمشجع؟ النجاح. انا ما يهمنيش مين عمل اكتر من التاني او مين اشتغل اكتر من التاني. في النهايه انت راجل جاي عايز تحقق لي التارجت بتاعي. ايه هو التارجت بتاعي؟ انا عايز ارجع تاني رقم واحد في افريقيا. فاي مكان بقى هتحققها لي ب 4 3 3 4 2 3 1 3 5 2 انا ماليش دعوه. انا عايز في الاخر احقق التارجت اللي انا كمشجع عايزه. فاول مباراه دي بصراحه انا دايما بحط ايدي على قلبي. ليه؟ الراجل ده احنا قلنا ولا ليه ظهير اعلامي ولا ليه ظهير جماهيري، ولا الانتقادات بتاعته مجهزه، هي موجوده في الفرن يا معلم، وهتطلع بعد 10 دقائق من الماتش النهارده. بالظبط 10 دقائق. اللي هو انا يا جماعه بتهزروا، عارف اسلام 45 دقيقه فتحت تويتر ابص كوميكس اتعملت وكلام وانتقادات وهجوم. ازاي يا جماعه؟ ده انت لو رايح مدير في شركه اول يوم مستحيل مديرك هيحاسبك، هيقول لك انت بتدير وحش ازاي، انا لسه انا اصلا بتعرف على الموظفين بتوعي. ما يعني بص بدري قوي، مش كوره يعني. يعني انا وجهه نظري يعني ان ماتش النهارده مع ماتش اثيوبيا الجاي مع ماتش كوريا مع الماتشات اللي جايه مع فتره كبيره، انت كابتن ايهاب عامل زي اللي بيجي يمشي الدنيا زي ما هو قال كده. عشان كده هو استلم قال لك انا وقفت عند ده هبدا ابني عليه. تغييرات بسيطه جدا عشان يبدا يفرض رتمه او يفرض اسلوبه وطريقته وهويته. كابتن ايهاب اصلا يا جماعه بيلعب مع بيراميدز ب 4 3 3 واحيانا بيلعب 4 2 3 1، ده على الطريقه الرقميه. ولكن فكره الاستحواذ، فكره تطوير الشق الهجومي، احنا كنا بنقول كارلوس كيروش او الناس كانت بتقول كارلوس كيروش وحش. ليه؟ احنا بندافع بس. كارلوس كيروش سلم كابتن ايهاب جلال منظومه دفاعيه محترمه جدا ومحكمه باللعيبه المصريه. كابتن ايهاب جلال عليه تطوير المنظومه دي، وده المهم وان كابتن ايهاب بيبدا يعمله. عشان كده النهارده لقينا امام عاشور اللعيب الثالث البروفايل المختلف اللي كنا بنقول احنا محتاجين لعيب كوره كوير، لعيب كوره ياخد الكوره من تحت يطلعني بيها، لعيب كوره جريء. امام عاشور في اول نص ساعه شاط كورتين على الجون، ودي حاجه ما كانتش بتحصل في ماتشات كتير. فبدا يبقى كده عندي لعيب مختلف. الاهم من كل ده ان احنا كلنا نبقى على يقين تام ان بعد رحيل كارلوس كيروش كابتن ايهاب جلال مش هيجي يوري لك برشلونه مع جوارديولا. انت مش هتيجي تغير، انت مش هتشوف فريق تاني خالص. انت عشان توصل لده هتاخد وقت كتير جدا. اهمهم بالنسبه لي ان كابتن ايهاب يحافظ على المنظومه الدفاعيه لمنتخب مصر. مفيش منتخب قوي ما بيدافعش كويس. وابدا اشتغل على المشاكل الهجوميه اللي عندي. ازاي اطور طلوعي بالكوره؟ كل الكلام ده لازم تبقى الناس مدركاه ان كابتن ايهاب شئنا ما بينا هو المدير الفني للمنتخب المصري، المنتخب مصر حاليا. علينا كلنا ان احنا نفضل واقفين في ظهره زي ما كنا واقفين في ظهر كارلوس كيروش وكابتن حسام البدري. انت عندك هدف وعندك اولويات ان انا ابدا اطور من نفسي، احط ايدي على العيوب. اهم حاجه كل الناس النهارده كابتن ايهاب اخذ نفسه بعد الجون وبعد الماتش، لان انت يا كريم عديت مرحله صعبه. تخيل لو لا قدر الله منتخب مصر كان تعادل النهارده، كانت هتبقى الدنيا عامله ازاي؟ الله يكون في عون الكابتن ايهاب جلال طبعا واللاعبين وكل الناس كله. يعني احنا النهارده على الاقل بنتكلم على اداء مش عاجبنا، بس طبعاً فرحانين بالنتيجه. مظبوط، ده اهم حاجه. انت اخذت ثلاث نقاط، فان شاء الله باذن الله ما عندكش، باذن الله يا رب ما عندكش اي مشاكل في الصعود. الفكره كلها ان انت تبدا ادائك يتحسن، يبدا كابتن ايهاب يعرف مشاكله فين، عاملها فين. لكن لا قدر الله اي نتيجه سلبيه كنا هنروح في حته دمها تقيل قوي، لكن هو دلوقتي الدنيا هاديه على الاقل واقف عليك. هو لو كان منتخب مصر كسب 10-0 كان في ناس
هتطلع تقول لك وليه ما كسبش 15-0 طبعا يعني ده ما هي دي ما بقول لك الانتقادات مجهزه في الفرن جاهزه بس لا كان هتقال واحده احسن ما هو ايه بس كان هتقال واحده احسن إيه؟ سالنا انا خبره برده في قولي. ان ال 10-0 دول جت عشان اللعيبه كانت جامده قوي النهارده ايهاب جلال ما عملش حاجه هي بتبقى كده انه لو الاداء مش حلو فالمدرب وحش لو الاداء حلو فاللاعبين ده معاه احسن لاعبين في العالم فازاي ما يكسب فهي الفكره في ايه انا عشان كده كنت بقول لك حاطط ايدي على قلبي لان الراجل ده كده ولا كده انتقاداته مجهزه وهتتقال الاداء حلو هتتقال ليه مش احلى لو الاداء وحش هتتقال ليه مش حلو بس لما ينتقد وهو كسبان والاداء وحش غير لما ينتقد وهو خسران او متعادل دي هتبقى بقى يعني ذبحه الراجل اول ما الحكم مصفر وراح شم نفسه ونزل سجد هو فاهم كويس جدا انا لازم اكسب اول ماتش انا ده التارجت بتاعي عديت من المطب عامل ازاي بالظبط اول ماتش لكارلوس كيروش مع منتخب مصر كان ضد ليبيا هنا في القاهره تمام والليبيا كانت افضل على فكره ومضيعه كره في القائم وبعد كده احنا سجلنا بالظبط كارلوس كيروش وعصام الحضري قعد لو تفتكر فاكر الاحتفال بتاعه لما حضن كارلوس كيروش وبص له البصه اللي هو بتاعت عملنا ايه بقى في الماتش اللي بعد كده لعبنا مباراه جميله جدا ضد ليبيا هناك واحد من احسن ماتشاتنا بالظبط وكارلوس كيروش وقتها ابتدى يلعب ب 4-3-3 كان اول ماتش فعليا يبتدوا ب 4-3-3 كل الناس اشادت وقالت اخيرا بقى عندنا مدرب وفكر و 4-3-3 واداء ونتيجه فمشيت والعكس صحيح لو تفتكر مع خفير اجيري في الأجيري بدايته مع منتخب مصر كانت رائعه جدا من اول مباراه 3-4 مباريات كانوا رائعين جدا وبعد كده باظت مننا الدنيا خالص في كاس الامم فمش شرط البدايه الجيده تبقى سيناريو لسيناريو قادم جيد ولا العكس صحيح باظت منك في الجد يعني باظت منك في كاس الامم زي ما كريم بيقول بالظبط فاللي انا عايز اقوله ايه ان الفوز ده حلو جدا لكابتن ايهاب جلال عشان يديله مساحه من الشغل ومساحه من الثقه الشغل ايه ان انا عارف ان انا عندي مشاكل والمشاكل دي واضحه لينا كلنا احنا بنتفرج في التلفزيون واضحه لينا فاكيد برضو واضحه للراجل المدرب المحترم اللي احنا شفناه مع كل الفرق اللي دربها بيقدم اداء كويس وبيقدم فعلا فكر انت بقى ممكن تتفق او تختلف معاه بس عنده فكر فواضح لي وهو شايف ان احنا عندنا مشاكل فانا دلوقتي كنت محتاج ان انا اكسب الماتش ده علشان اقدر اعالج المشاكل انا عندي بقى ماتش تاني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكسبه فنرتاح بقى من مشوار التصفيات ده وعندي بقى كوريا بقى اروح اجرب ماتش ودي ودي لاحمد عاطف ودي لاحمد حمدي ودي لمحمد ابراهيم ودي الاسماء اللي الناس النهارده بتسال هي اتاخدت ليه